محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم يا الله، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح أحوالنا، بلغنا مما يرضيك أعمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا، أعط كل منا سؤله فيما يرضيك، اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، ونفس عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.